The World of Work. Language Notes Unit 1. أول حاجة هنبدأ نشوفها في Language Notes Unit 1 كلمتين، كلمة teach وكلمة learn. learn زي ما احنا عارفين يعني يتعلم، وteach يعني يعلم. learn بيجي بعديها to أو how to، بعد كده الفعل في المصدر أو الانفينيتيف. teach بيجي بعديها object اللي هو المفعول أيا كان بقى اسم أو ضمير، وبيجي بعد ال object to أو how to، وبعد كده infinitive أي الفعل في المصدر. نبدأ نشوف أول example. علي learned not a car when he was 5 years old. أول اختيار عندنا drive، التاني to drive، التالت driving، الرابع to drive. طبعا احنا قلنا ان learn بيجي بعديها to أو how to. طيب drive مش جاي قبليها ولا to ولا how to، يبقى ما تنفعش. to drive ممكن تنفع عشان في to، driving فيش to يبقى ما تنفعش، to driving ممكن تنفع عشان في to. نبدأ نشوف بقى ايه اللي باجي بعد تو، انفينيتيف يعني الفعل في المصدر. نبدأ نشوف تو درايفنج تنفع؟ لا ما تنفعش عشان جاي بعد تو فيرب جيرند او فيرب بنضاف له اي ان جي، لكن اللي تنفع تو درايف علشان الفيرب في المصدر. نبدأ نشوف بعد كده اكزامبل 2، هي ليرند مي تو سويم فاست. طبعا learned هنا مش هتنفع، هنحط بدلها taught. يبقى هو he taught علمني taught me to swim fast، ان اعوم بسرعة. تاني حاجة في الملاحظات اللغوية adapt و adopt. adapt يعني يتكيف، adopt يعني يتبنى. نبدأ نشوف example. He used to adopt to different situations. هو اعتاد انه يتبنى المواقف المختلفة. الجملة مش متناسقة، هنعمل اعادة تصويب الخطأ، هنحط adapt. adapt he used to adapt، هو اعتاد انه يتكيف to different situations، المواقف المختلفة. بعد كده نشوف كلمة adapt و decide. adapt بيجي بعديها to، و decide يعني يقرر بيجي بعديها to plus infinitive أو الفعل في المصدر. بعد كده نشوف كلمة qualified يعني تأهل بيجي بعديها as. نبدأ بعد كده نشوف summary. شفنا teach فرق بين teach و learn، دي أول حاجة. تاني حاجة adapt و adopt. تالت حاجة qualified بيجي بعديها as. نبدأ بعد كده بعد ما تفهم وتستوعب الدرس كويس تبدأ تحل الأسئلة دي. مع نفهم نتعلم ببساطة.